وجهام هو قرار كويس؟ ده حتى الكتاب لو جنبه مش عارف يغش منه. والطالب ما عنده استعداد ولا صبر على انه يقرا الكتاب اللي المطول. انت هذاكر الملخص ولا ذاكر ال1000 ورقه اتوه فيهم؟ اشتريت الكتاب من ساعه ما دخلت الجامعه. معدل كل محاضره طالبه او اتنين بيقوم عليهم في المدرج وبيطلعوهم بره. لو لغة ما لازم يعني احنا انا عن نفسي مش هبقى بعرفش اذاكر من الكتاب اصلا. انا ممكن اقرا عادي واخد فكره، لكن كمذاكره الملازم مهمه طبعا. انا وصحابي كلنا، مش انا بس، كلنا بنذاكر من الملازم، محدش فينا بيعتمد على الكتب خالص، كلنا بنشتريها وبنركنها في البيت. لو موضوع الملازم ده اتلغى فاحنا تقريبا كلنا هنسقط، مش انا بس، كده الدفعه كلها تسقط، لان هنذاكر يوم الكتاب 1000 وحاجه صفحه هنذاكر يومين، لكن الملازم بتلخص. انت هذاكر الملخص ولا ذاكر ال1000 ورقه اتوه فيهم؟ يعني اكيد الملازم اللي بره دي خساره علينا كطلبه يعني، بس ما تفهمش، بتحس ان هي ملخصه بتديك المفيد، ما تفهمش بقى. فان شاء الله خير يعني، دعولنا بس والله في الاخر بنشيل. مش هيعملوا بيه طبعا، والمكاتب بره مش هتقفل، المكاتب دي شغاله على مدار السنين، لان اللي مشغلها بالنسبه اللي انا بقول لك عليها اللي هي بتيجي تذاكر في اخر الشهر واخر كام يوم دول. اشتريت الكتاب من ساعه ما دخلت الجامعه. الملازم بتبقى جايبه لك المفيد اللي انت بتذاكره بتخش تلاقيه في الامتحان. فمن اهم الجوانب في هذا هذه اللائحه اشياء وحده للكتاب في كل كليه، وهذه الوحده بتكون تابعه مباشره لاداره مجلس الكليه. يعني الكتاب هيبقى عمل مؤسسي، لابد ان الكتاب يكون ملتزم بالمواصفات القياسيه، مثل الالتزام بالتوثيق المقرر الدراسي، ان هو يكون مواكب لاحدث التطورات العالميه، يعني كل المواصفات القياسيه العالميه لابد ان هي تكون متوفره في الكتاب. بوجه عام هو قرار كويس، محتاج خطوات فعليه تتخذ علشان يجيب نتائج، علشان يتطبق صح لازم يكون يعني يكون في بعض الخطوات. مثلا الاعداد كبيره جدا جدا في المدرجات بتخلي الطلبه مش عارفين يحضروا، لو حضروا ما بيعرفوش يفهموا، فبالتالي لازم نوفر اماكن للطلبه دول بحيث ان هم يقدروا يحضروا يكتبوا، فما يضطروش ان هم يروحوا يشتروا الملازم. لازم الكتاب الجامعي يبقى جاهز ومعد للطالب اللي هو بيحضر المحاضره، لازم المحاضره يبقى فيها استفاده، مش الطالب يروح يقعد على الارض ولا يبقى شايف الدكتور ولا سامع ولا، والجو جو في المدرج بيبقى حر جدا، يعني في كل معدل كل محاضره طالب او اتنين بيقوم عليهم في المدرج وبيطلعوهم بره كده. لازم يبقى في سكاشن، عندنا في كليه الحقوق الماده ب 100 جنيه ترمي 5 مواد، 500 جنيه لو الطالب هياخد في ال5 مواد سكشن. الطالب مش هيقدر ياخد غير ماده واحده او اتنين، طب والباقي؟ احنا اللي بندفع الطلبه لطريق الملازم، وبعدين تيجي تلغي الملازم انت كده بتضيعه. طبعا ان شاء الله في مجلس الكليه هنعرض مشكله الملازم والكتب ومشكله المدرجات، العميد والوكيل والساده اعضاء مجلس الكليه. المشروع الذي قامت لجنه شرفت برئاستها بوضعه، قام مجلس شؤون التعليم والطلاب باعتماد هذه المعايير والإجراءات والقواعد، ثم اعتمدها مجلس الجامعة أيضا بالإجماع، وسوف تطبق إن شاء الله بداية من العام الدراسي الجديد. بيواكب هذا تغيير الامتحانات، سيتم إعدادها بطريقة تمنع الاعتماد على الملازم والملخصات، لأن الامتحانات هتعتمد على الفهم، ده حتى الكتاب لو جنبه مش عارف يغش منه. وبالتالي تغيير طبيعة الورقة الامتحانية سيمنع أو سيحول أو سيقلل من اعتماد الطالب على الايه؟ على الملخصات. يروح بقى بعد كده عايز يشتري ملخصات هيشتري، مش هتنفعه في حاجه. وطبعا الاجراءات دي مقترنه بمجموعه من الاجراءات الاخرى. يعني مثلا هيبقى في تعليمات ثابته لدى المسؤولين على امن الجامعه من الامن الاداري بعدم دخول الملخصات والمذكرات. برضو الرقابه على المصنفات الفنيه هتقوم بدورها في مراقبه اي جهه بتحتل على هذا الموضوع، لان احنا في دوله ودوله قانون، فلابد من تأزر كافة الجهات المعنية بهذا الأمر. النظام دوت نجح في بعض الكليات وبدأت فيه ونفذته، وبعد ما نجح سوف يتم تعميمه إن شاء الله. لابد من الإشارة إلى أننا في دار العلوم
بدأنا نفكر في التغلب على مشكلة الكتاب الجامعي، الاعتماد الطالب على ملازم خارجية لأنه كان الكتاب مليان حشو كتير، والطالب ما عنده استعداد ولا صبر على أنه يقرأ الكتاب اللي المطور، فأصبح يلجأ إلى الملازم اللي بتختصر له المعلومات. فكان لابد من يعني إشعار الطالب بأننا ضحينا من أجله. طب كيف ضحينا من أجله؟ إن إحنا خفضنا تقريبا نسبة الكتب كلها إلى حوالي 3%، والتجربة أثبتت أنه الطلاب أقبلوا على هذا النظام واقتنعوا به ووجدوا فيه شيئا يليق بالحياة الجامعية. الكتاب أصبح مركز لا يزيد عن 250 صفحة، فده طبعا كالنقلة الحقيقة لم يكن الطلاب يتوقعونها.